اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من 5 في 5 على يلا كوره. وبعد انتهاء دور ال 16 رسميا تعالوا نشوف اختياراتنا الافضل كانت ايه. اول اختيار معانا هو افضل هدف واللي هتروح لمبابي لاعب المنتخب الفرنسي. الجون ده كان الجون الثاني لمبابي والثالث للمنتخب الفرنسي في مرمى بولندا. واختيارنا للجون ده كان لاسباب كتيره جدا، واولها ان الكره كانت تحت رجل مبابي، ودي بتعمل مشكله كبيره لاي مهاجم ان هو يحط القوه الكافيه في الكره ان هي تقدر تدخل الجون. ثاني حاجه معتمده على الاولى، وهي ان رغم ان الكره تحت رجل مبابي الا انه شاط الكره بسرعه وصلت ل 130 كيلومتر في الساعه. ثالث حاجه وهي تشيزني حارس المنتخب البولندي اللي عامل بطوله ولا اروع، ورغم ان هو لمس الكره ولكن سرعه الكره كانت كفيله ان هي تلمس ايده وتدخل الجون. ثاني اختيار معانا وهو افضل لاعب، واللي هتروح لجونزالو راموس لاعب المنتخب البرتغالي. اسباب اختيار راموس افضل لاعب كتيره جدا، ولكن يكفي كم الضغط الرهيب اللي عليه وهو مقعد كريستيانو رونالدو على دكه البدلاء لاول مره من 2008. ورغم الضغط اللي عليه الا ان راموس سجل هاتريك وصنع جون في 78 دقيقة، وده أول هاتريك في كأس العالم. راموس لو شفنا الخريطة الحرارية بتاعته هنلاقي إنه ما تحركش كتير قوي في الملعب، ولكن كل تحركاته كانت إيجابية جدا على الجون. واستمرارا لفاعلية راموس فهو سدد 5 كور على الجون، جاب منهم 3 ولمس الكرة 27 مرة في المباراة. تالت اختيار معانا وهو أفضل حارس، واللي هتروح لمين؟ مفيش غيره. الاسد ياسين بونو. ياسين بونو كان في هزه غريبه بينه وبين خط الدفاع في بدايه مباراه اسبانيا، الا ان هو قدر يتالق ويصعد بمنتخب المغرب للدور ربع النهائي لاول مره في تاريخ العرب. بونو قدر يتصدى لركلتين ترجيح، والثالثه اللي جت في العارضه كان برده رايح عليها. تحركات بونو في ركلات الترجيح كانت تدرس، من اول ان هو بيفضل لامس الخط لاخر لحظه عشان الكره لو اتصدت ما تتعادش تاني، لانه بيعمل فنت بجسمه في اتجاهه وبيرجع تاني بسرعه، وده ظهر في الثلاث ركلات ترجيح. ده غير انه جه عليه 3 كور قدر يتعامل معاهم نجاح ووصل المنتخب لركلات الترجيح، واللي اعتقد ان كانت دي من ضمن تعليمات وليد الرجراجي ان لو ما سجلناش ما نستقبلش اي اهداف. رابع اختيار معانا وهو افضل منتخب، واللي هتروح للمنتخب البرازيلي اللي جاي كاس العالم يرقص مش يلعب. البرازيل بتقدم واحده من افضل نسخها من فتره طويله، وكل مباراه بنلاقي ان مستواها بيزيد اكتر واكتر. البرازيل قدرت تكسب كوريا الجنوبيه 4-1 باقل مجهود، وعملت تغييرات كتيره جدا خلال اللقاء، لدرجه ان تيتي غير اليسون ونزل ويفرتون الحارس الثالث، وبكده البرازيل المنتخب الوحيد في كاس العالم اللي لعب بقايمته بالكامل. ولو بصيت على اهداف البرازيل في كوريا هتلاقي ان كل جون قصه لوحده، خصوصا جون ريتشارلسون الثالث اللي جه من 3 لمسات بس. ده حتى الجون الثاني اللي جه من ضربه جزاء نيمار ما لعبهاش بشكل عادي وثبت الجون وحطها بكل هدوء. البرازيل كمان هي اقل منتخب في كاس العالم اتشاط على مرمى كور، لذلك البرازيل هي اكتر منتخب متكامل دفاعيا وهجوميا. اخر اختيار معانا وهو افضل مدرب، واللي هتروح لوليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي للمره الثانيه المونديال ده. وليد الرجراجي كنا قلنا ان هو اكتر مدرب واقعي في كاس العالم، وهو كل جوله بياكد كلامنا. الرجراجي كمان لعب على المنتخب الاسباني نفسيا، وطلع تصريحات قبل المباراه ان هم المنتخب الافضل في العالم والاقرب للفوز. الرجراجي نزل الماتش وهو عارف كويس هو بيلعب مين، عشان كده ساب الكره طول ال 120 دقيقه للمنتخب الاسباني. واللي بياكد كلامنا هو نسبه الاستحواذ اللي وصلت ل 76% للمنتخب الاسباني بعد المباراه، وده مش عيب ان اسيب لك الكره من اول المباراه، بس مع اول هجمه مرتده ممكن اقتل الماتش. وده ظهر من خلال انفرادين سهلين جدا لوليد شديرة في الوقت الاضافي كانوا كفيلين يقتلوا الماتش. الرجراجي بيواصل صناعه التاريخ، وبعد ما رجع المغرب لدور ال 16 لاول مره من 36 سنه قدر يصعد بالمغرب للدور ربع النهائي لاول مره في تاريخ العرب. وبنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اللي قادر يشرفنا ويكسب البرتغال، ويخلينا نحلم كلنا ان في منتخب عربي في قبل نهائي كاس العالم. دي كانت نهايه حلقتنا من 5 في 5. انتوا كمان تقدروا تشاركوا معانا في اختيارات الافضل من خلال الاستفتاءات اللي بننزلها على يلا كوره بعد كل جوله.